تدرب عليه؟ العبد الفقير رحمة ربي، المعتصم بالله في جهره وسره وعلانيته محمد الصديق محمد علي، من أهل الجزيرة المروية قرية السدارة الغربية بالقرب من القيادة الصناعية، أنا عامل هنا بجمعية إسلامية. والله ما شاء الله طموح. وبيض النية والعروس هدية ورضية وزي البنة السعية وهي تكون نغية. يا سلام يا أخي. ودي قصيدة ولا تعريف هسه؟ فالمرء بكماله لا بجماله وماله، بآدابه لا بزيه وثيابه، بخصائله لا بفصائله. لكن في هذا الزمن يكرم المرء للغنى ويهان للعدم العادي. يا سلام يا أخي. والله نحن بنحييك يا أخي على كلامك الجميل ده يا أخي. أيوه. وها طيب الشروع مرت من هنا دي ما قلت لها حاجة؟ لسه عليه شوية. داري لها كوباية جبنة صح؟ أيوه أيوه. طيب مرحبا بك، شغال في الجامعة طولتها؟ 11 سنة. 11 سنة. كلية الصيدلة، ملازم معمل. ملازم معمل. الزولج علم الحيوان. يعني شنو ملازم معمل؟ يعني بجيب الحيوانات الضفادع خاصة، بقبض الضفادع. يا خصوصك. الله. أنت ما شايل معك واحدة؟ عندي أسا بكرة عازم 100 ضفدع. يا أخي. الله، الضفدع طبعا بخمسة جنيه. الضفدع بخمسة جنيه؟ أي خمسة جنيه، يعني 100 ب 500 جنيه. نصرف كويس. المية الضفدع ب 500؟ اي ب 500 جنيه. طيب انت خبرتك فارماكولوجي علم الادوية، طالبين مني بكره الاربعاء 100 ضفدع وجهزتها. جهزتها؟ اي. علاقتك بين شنو يعني انت خبرتك؟ بتعمل لنا التكوين بتاع زي الانسان، الشرايين الاورده. اها. اي بعدين الناس خوفوني بتعمل برص، الدكتور قال لي يا اخي فرنسا وجبه دسمه ياكلوها. والله. والله. هسه يستفيدوا منها في الادويه؟ اي. وانا عندي ادويه بلديه ما قلت لك. حرق الحمض السند، الاردن محاريب سوري بدلي بقرض للمرض، ايه دخن بحر تمر نخل عسل نحل. قول لي ده كلام شنو؟ ده كلام شنو؟ كلام الطير في الباقي. من وين؟ جبت من وين؟ من بلد انتير وعجمي. قول لي ماشي وين؟ ماشي وين؟ سيدير الفرع جنكم بجبرين. قول لي سكنت وين؟ سكنت وين؟ جادي مربع اثنين. قول معي عديل وزين. السلام عليكم. يا اخي والله ربنا يديك العافيه. والله انت زول جميل يا اخي. خير كلام ما غل ودل وجله. يا سلام. ايوه هتيح الفرصه لغيري. انا اكلت بسبوسه. قول لي انت منو؟ انت منو؟ محمد موسى. والله يا اخوانا اذا اثرت به جبت البسبوسه وانا احمد موسى نشرب اللبن من الجاموسه. والله الله يديك العافيه. طيب عارف جامعه ام درمان الاسلاميه دي قبل ما يسموها جامعه ام درمان الاسلاميه كان اسمها شنو؟ محمد درمان العلمي العالي. محمد درمان العلمي العالي. طيب مرحبا بكم، سعيدين نتواصل معاكم من داخل كلية الصيدلة بجامعة أم درمان الإسلامية في حلقة مخصصة الليلة عن هذه الجامعة العريقة، وكنا في زيارة في كلية الصيدلة. سألنا يا أخواننا عن جامعة أم درمان الإسلامية قبل ما يسموها بالاسم ده كان اسمها شنو؟ اختلفت إجابات وشابهت، ناس قالوا معهد القرآن الكريم، ناس قالوا المعهد العلمي، ناس قالوا معهد الدراسات العليا ولا شنو ما بعرف. المهم اختلفت. أول زوج قال إجابة صح كاملة وده اللي حيكون فايز معانا. يا اخوانا الاجابه الصحيحه هي معهد ام درمان العلمي العالي. وانت منو؟ محمد الصديق محمد. صفقه لمحمد الصديق يا اخوانا. مبروك عليك الجائزه، جبنا لك هديه وبنمش نديك ليها من العربيه، ونحن بيضنا النيه عشان عروسا هدية ورضية زي البنة السعية. قول لي باللغة العربية. باللغة العربية. قادة هيفاء كساها المولى بكل ما تتمناه، ممشوقة القوام خفيفة الروح جذابة الملامح، ذي خفة ورشاقة وزرافة لطافة بحبها، ما من شجرة إلا وهزتها الرياح، وما من قلب إلا وهزه الحب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نمشي العربية يا اخوان. سعيدين يا اخوانا في هذه المحطة يكون فايز معانا الزول اللطيف والظريف محمد صديق، الزول الجميل الكلام وسمح يا اخواننا. وسبحان الله الجوائز دي دائما نحن بنقدمها تطلع نفسي رغبة الزول ولا مهنته. محمد صديق سألنا عن جامعة أم درمان الإسلامية، قلنا قبل ما يسموها جامعة أم درمان الإسلامية كان اسمها شنو؟ كان اسمها معهد أم درمان العلمي و 1912 الوقت ذاك. يا اخوانا قبل ما يتحول اسمها لجامعة أم درمان الإسلامية، محمد فاز معانا بعشرة ضفادع مقدمة من لكن وردت الظاهرة اطمنك. 10 في 500 بكم؟ 500 جنيه. ما 500 ب 5000 صح؟ 5000 جنيه. يعني انت ضربك كده 5000. 10 ضفادع يعني احنا عين، اما الحساب بيجوا ناطين تستلم طوال. محمد صديق فاز بتلفزيون مقدم من قناه الشروق. صفقه لمحمد.